قبل ما نبدأ الفيديو يا شباب، حابب اقول لكم ان التعدين في مصر هو ممنوع لحد دلوقتي، بس في طبعا خبراء اقتصاديين في شركات التداول طلعوا قالوا ان التعدين هو يعني الفترة اللي جاية احنا كلنا هنستخدمه، مش مصر بس، كل الدول العربية، كل الدول الافريقية، اي دولة حرفيا موجودة في العالم هتستخدمه في المستقبل. يعني احنا لو مدخلناش الفترة دي وعملنا عملة باسمنا، ده هيأدي يعني اتأخرنا أكتر ما احنا متأخرين على الاقتصاد بتاع الدول الأوروبية. بس حابب أوضح الكلام ده قبل ما أخش في الفيديو. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا اسمي احمد الاول عشان تعرفوا انا مين. النهارده هنتكلم ان شاء الله بتاريخ 24 عن مشروع التعدين الالكتروني. الناس كلها عايزه تخش التعدين، ولا هو التعدين هنتكلم فيه حلال ولا حرام؟ ده مبدئيا، وهنقول ازاي تخش التعدين وكل حاجه. لو التعدين اولا، هل هو حلال ام حرام؟ من وجهة نظري الشخصيه، يعني البيتكوين ما تذكرش في القران عشان نكون صراحه، بس هم قالوا ان البيتكوين او الايثيريوم اي عمله الكترونيه قادره اللي هي تبوظ الاقتصاد بتاع دولتها. اعتقد ان انا مش هشوف اسوأ من الجنيه اتعوم، يعني ده لوحدها بوظ الاقتصاد. فانت ما تقوليش ان التعدين بيبوظ الاقتصاد وانت اصلا عومت الجنيه. ده بخصوص الاقتصاد والنقطه دي، فانا مش مستحرم التعدين، انما انا مستحرم التداول عشان ده داخل فيه ربا 100%. اللي انت مثلا بتحط جنيه، تاني يوم تلاقيه جنيه ونص، فده حرام، ده فعلا حرام. انما البيتكوين ده عامل زي الذهب يا جدعان، يعني الذهب مثلا موجود في البحر الاحمر، جبال البحر الاحمر. الذهب ده قبل ترسيم الحدود والحاجات دي كلها كان تابع لحد؟ لا، هو البيتكوين نفس الكلام. دي وجهة نظري الشخصية، يعني سواء انت مقتنع بيها او لا دي حاجة تانية. هنخش بقى في موضوع الايه، التعدين. احنا عندنا عشان نعدن محتاجين حاجتين، يا اما اجهزة انتي ماينر دي اللي هتعدن البيتكوين، او الاجهزه التانية مش فاكر اسمها ايه. ما علينا، احنا مش هنتكلم على البيتكوين عشان البيتكوين ده اصلا عشان تطلعه انت محتاج تقعد حرفين اكتر من سنه، اقلها 25 جهاز انتي ماينر اس ماين عشان تطلع بس عمله واحده. فده انسوه يا جدعان. النهارده هنتكلم عن كروت الشاشه بتطلع ايثيريوم. ايه هو الايثيريوم؟ عمله شبيهه بالبيتكوين بس اقل شويه، وينفع تتعدن بكروت الشاشه اللي احنا ايه هنقول عليها النهارده. ايه احسن كروت شاشه موجوده في السوق؟ احنا عندنا كروت اي ام دي، وعندنا كروت بتاعت انفيديا طبعا عارفينها، اللي هي ار تي اكس، ما شاء الله لها شيب بتاعها عالي جدا، بس دي حاليا مش موجوده غير قليل جدا عشان امريكا تقريبا سحبه الحاجات دي كلها. نركز بس في الموضوع عشان خطوط الانتاج وكده. كروت الشاشه احنا عندنا ايه، هنتكلم على ورق. بسم الله. عندنا امريكا ومصر. سعر الكارت الشاشة احنا هنتعامل على كروت يا جدعان، نستكتبها 3080 RTX، مش خط زبالة فاحنا هتتعودوا عليه. كروت ال 3080 الهاش ريت بتاعها يا جدعان 86 ميجا هاش على الثانية الواحدة. احنا دلوقتي الكارت بيتباع في أمريكا النسخة الستاندرد 700 دولار. طبعا احنا مش هنجيب النسخة دي اللي هي دي، احنا هنجيب النسخة الاحترافية اللي هي 900 دولار. سعرها في امريكا يا جدعان اللهم صل على النبي، سعرها في امريكا 900 دولار، بما يوازي مصر تقريبا 14112. انا كاتبهم امريكا، ده سعره في امريكا بتاريخ النهاردة يا جدعان. بس انت لو لقيته، هو اكيد موجود عند تجار، ناس خدته وناس معدنة بيه، بس اعتقد اللي ليه ايد في امريكا ان شاء الله يقدر يوصلها. احنا هنجيب 5 كروت، تمام؟ 5 كروت في 14000، حسبتها 73560 جنيه، ده لو لقيناها. احنا عندنا في مصر في تايم تيك دلوقتي بتاريخ 24/2 اسف. تايم تيك بيبيعوا نسختين، الام اس اي والنسخه الثانيه الفانتج مش فاكر اسمها ايه، تقريبا التريبل، بيبيعها 24000. احنا هنجيب احسن نسخه اللي هي اصلا ب900 دولار، اللي هي بتتباع في مصر ب24000، وطبعا ما بيطلعش محرم، انتوا عارفين لازم جماعة معاه. فخمسة في 24500 هتطلع 122500. انت اصلا لو جبت الكروت دي ب70000 من امريكا، واديت شخص 30000 جنيه عشان يعدهم لك بس او يتصرف لو حد تبعك، احسن 100 مرة من اللي انت تصرف 122000 جنيه في مصر. ويا ريت يعني يحسوا بأهالينا شوية.
وبالجيمرز بالذات، عشان ده حوار تاني. انا على فكرة مش معدن ولا اي حاجة، ده الكلام ده كله بس الناس طلبت مني اللي انا هل هو مربح ولا لا، ولا هو حلال ولا حرام، فقلت ايه اشاركه معاكم. يعني امكانيات الكارت بيطلع قلنا 86 ميجا على الثانية، ارباحه شهرية بتاريخ 24 النهاردة على الايثيريوم بيطلع 270 دولار الكارت الواحد، فخمس كروت هيطلع لك 1350 دولار، تمام، بعملة الدولار 15 جنيه 68 قرش بتاريخ النهاردة 24، هيطلع لك 21168 جنيه في الشهر. احنا هنعدي عملة ايه؟ ايثيريوم. في عملات تاني بس اكتر عملة مضمونة وهي اللي ان شاء الله تطلع بعد البيتكوين، انا واثق، شوف النهاردة التاريخ ده، ممكن بعد سنتين ان شاء الله ممكن توصل سعرها 20000 30000 دولار، وده انا واثق منه لان البيتكوين اصلا خلاص قرب يخلص، والايثيريوم كمان قريب، يعني مثلا في خلال 5 سنين مش هيتعدل اصلا بكروت شاشة عشان الصعوبة بتاعته عمالة تزيد، تمام. العملات الايثيريوم الواحدة دلوقتي 1614 دولار، عملة البيتكوين دلوقتي بتاريخ 24 كانت تقريبا وصل 50000 دولار. قلنا تحليلنا الشخصي اللي هي في ارتفاع، تمام. هل الموضوع هيجدي؟ اه هيجيب وهيعدي تمن الكروت. ليه؟ انت عندك في الشهر هتجيب 21000 جنيه، 21000 في 12، قولي 20000، 20000 في 12 بكام؟ خمسة، فاشل الرياضة طبعا. 20 يعني حدود مثلا 240000 جنيه، صح؟ لو 120000، 240000 جنيه هتطلع منهم نصهم كهربا، عشان انت طبعا عارف الكهرباء في مصر هنا ما شاء الله، يعني على وضع، الا اذا انت واخد ممارسة. 240000 هنشيل نصهم كهرباء، صيانات، اي مشاكل تحصل، الكهرباء تقطع لا قدر الله، يحصل اي حاجة، فنشيل نصهم. انت في سنة واحدة جبت 120000 جنيه، بمعنى لو انت اصلا معرفتش تجيبهم من امريكا وجبتهم من مصر، 120000 ارباح في السنة انت جبتهم. العمر الافتراضي للكارت كام يا جدعان؟ العمر الافتراضي للكارت الار تي اكس 3080، هو طبعا لسه ما عدش 3 سنين يعني، بس انا اي كارت تقريبا المعدنين حاطينه في درجة حرارة تحت ال60 درجة مئوية ومهتمين بيه ومفهوش أتربة والحاجات دي كلها، الكارت مكمل معاهم من 3 سنين ل5 سنين، ده المهتمين بيه جدا، لو مهملين فيه ممكن يكمل سنة سنتين. فلنفترض ان الكارت يقعد معاك سنتين، سنتين، ركزوا بقى في النقطة اللي جاية دي، وده اللي حصل في كروت الار اكس 580 و570 وال1060 والحاجات دي كلها بتاعت انفيديا. ايه اللي حصل لو تحت الدرجة دي والكارت مهتمين بيه؟ ممكن يقعد 3 سنين، قول انا اقعد سنتين، تمام. السنتين دول انت طلعت 240، و240 كام؟ 480000 جنيه، قول نص مليون جنيه، هتصرف نصهم كهرباء، طلع معاك انت كام؟ ربع مليون. ربع مليون ارباح سنتين، ده انت ايه بقى، انت مش هتاخد الايثيريوم وتبيعه في الشهر، لا، انت الايثيريوم هتخزنه، انت لو خزنته لمدة سنتين، بعد سنتين الممكن 1614 دولار ده ممكن توصل 2000، 3000، 4000، 5000، ممكن تعلى الرقم ده، فانت تكون مخزن طبعا. فانت لما تيجي تخزن المبلغ ممكن يعدي نص مليون جنيه بكتير جدا، ممكن يوصل مليون، 2 مليون، ده اقل حاجة يعني. وبعد ما السنتين يعدوا بتوع الكروت، والكروت خلاص تكون جابت اخرها، الكروت يا جدعان بتتباع بنفس السعر، حاليا الكروت بتتباع بنفس السعر، انتوا متخيلين؟ يعني انت الكارت اللي انت هتجيبه الواحد ب 24000 ونص، انت ممكن تبيعه ب 20000 تاني، فانت خمس كروت هتبيعهم، هتبيعهم بكام؟ هتبيعهم ب 100000، 80000، يعني انت تلتين المشروع، التلتين رجع لك تاني، زائد الايثيريوم اللي انت خزنته لمدة سنتين او 3 سنين على حسب ما الكروت تكمل معاك. يعني انت ما اعتقدش ان في احسن من كده، يعني ما اعتقدش ان في مشروع في مصر، سواء مطعم، سواء لبس، سواء العاب نارية اللي هي ممنوعة اساسا، اي حاجة تتخيلها في مصر الا بقى اذا كانت حاجات شمال، يعني ربنا يبعدنا عنها. الحاجات دي كلها مش هتجيب حوار البيتكوين ده كله يا جدعان، يعني مش البيتكوين، العملات الالكترونية، العملات الالكترونية. ف اعتقد يعني الورقة والقلم شرحوا كل حاجة، والكلام ده كله بتاريخ 24 يا جدعان، يعني انا بتكلم على اليوم ده بس،
لو انت اشتريت الكروب بكرة انت هتعمل الأرباح دي، بس انت لو عرفت تجيبها يعني، ده لو لا قدر الله. بس في ناس بقى، ده السبب اللي حصل للكروت في مصر في العالم كله، ان الكارت ممكن يوصل 30,000 جنيه و40,000 جنيه، المعدن بقى اللي هو معاه فعلا بقى فلوس مش فارق معاه، هات لي يا عم هات 40 50 الف 60 الف، مش فارق معايا. فانا كجيمر انا طبعا ما بحبش الاحتكار ولا بحب حاجة، بس برضو المعدنين هم عايزين يكسبوا. انت كجيمر عايز تلعب بس مش عارف تجيب الكارت، يبقى ده طلعت قالت ان كارت 30 60 اللي جاي هيتمنع، الهاش ريت بتاعه هينزل للنص. يعني مثلا لو بيديك 30 60 تي اي بيديك مثلا 50 هاش ريت، اللي هي ال 86 ميجا دول مثلا هيديك النص في الكروت اللي جاية. هو كان 30 60 بيديك 50، هيديك 25 عشان المعدنين يسيبوا الكروت دي. بس طبعا الكلام ده كله اعتقد هو هيبقى فيه سوفت وير يعني للكارت، و هيفوك يعني زي ال RX ما بيتعمل له ال 580 و 570. بس كتعدين يا جدعان الموضوع مربح جدا، واتمنى ان انا افدتكم بحاجة. انا مش معدن يا جدعان، انا مش معدن، انا مش معدن عشان الناس تفهم. لحد دلوقتي انا اصلا ما عنديش جهاز كمبيوتر الحمد لله يعني. فاعتقد ان انا هسيب لكم اللينك بتاع محفظة بيتكوين هعملها بعد الفيديو ده ان شاء الله. لو الفيديو ده فادك والحمد لله انت وصلت ان شاء الله، ف 10% 20% من الارباح اي حاجة يعني انا موافق عليها. ف بس ولو عاوزين اي عملة تانية احسبها لكم غير الايثيريوم مثلا، عايزين تتكلم يعني داخلين في موضوع بقى في البيتكوين وكده، ممكن اكلم لكم على الانتي ماينر والاجهزة التانية اللي بتعدينها. وبس، السلام عليكم.